السلام عليكم. هل رغبت يوما في أن تشاهد القناة وفي نفس الوقت تستمع إلى راديو في نفس الباقة؟ مثلا لو أني أردت أن أشاهد مباراة على القناة الوطنية الأولى وفي نفس الوقت أريد أن أستمع إلى الراديو للاطلاع على بقية المباريات. لنفترض مثلا أني سأقوم بوضع الراديو على قناة الوطنية الثانية. أول مرحلة سأقوم بالدخول إلى المنيو، ثم الانستالاسيون، ثم الكونفيغاسيون أونتين، ثم أذهب إلى ترانسبوندر أو تي بي وأضغط على زر الأصفر لإختار إيديت بيت. أولا سأقوم بالتركيز على القيم الموجودة في القنوات التي أريد تغييرها. مثلا سأقوم بتغيير الصورة من الوطنية 301 وأقوم باختيار الصوت من أو من إذاعة الوطنية 303 601 و303. سأقوم بإضافة قناة جديدة، أضع 601 303، ثم الـ PCA الذي يكون عادة هو نفسه قيمة الفيديو. قم بإنشاء قناة جديدة تدعى TVCH. سأقوم بتغيير اسمها وسأضع مكانها راديو تونسيا. أقوم بالحفظ ثم الخروج. كما تشاهدون الآن أصبح لدي راديو الوطنية موجود على القناة الوطنية الثانية. هذا هو الراديو وهذه هي القناة. الآن سنقوم بتجربة أخرى. سأقوم بتغيير الصورة وترك الصوت نفسه. سأعود من جديد إلى الباقة Edit Beat وسأضع مثلا قناة التاسعة مكان الوطنية الثانية 401. مكان 601. أقوم بالخروج. هكذا قمت بتغيير القناة التي أريدها مع الصوت الذي أريده. لو أردت كذلك القيام بتغيير الراديو من جديد، نفس الأمر. سأذهب إلى راديو مثلا الثقافية 703 وأضعه هنا ويصبح لدي راديو جديد. وهكذا بدل الذهاب إلى راديو ومشاهدة صورة سوداء، أستطيع أن أشاهد الفيديو والاستماع إلى الراديو في نفس الوقت. أرجو أن تكونوا أنت استفدتم من هذه المعلومات، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة.